مثال الأول لتصميم سكرونوس سيكوينشال سيركت، نلاحظه بهذا الشكل. طبعا هذا هو الستيت دايجرام يعطى بالسؤال. صيغة السؤال تكون بشكل design a clock. الكلوك معناه سكرونوس، أي متزامن، معناه استخدم فليب فلوب تكون داخل إلها كلوك، لأنه الفليب فلوب بنوعين، نوع كلوك والنوع الثاني بدون كلوك. فهنا نصمم لازم كلوك أو سكرونوس سيكوينشال سيركت using دي فليب فلوب. محدد نوع الفليب فلوب اللي لازم نستخدمه هو الدي. For the following state diagram، لهذا الستيت دايجرام الموضح. هنا ألاحظ الستيت دايجرام بأربعة ستيت أسماءها أي صف A B C D. نلاحظ أربعة ستيت عندنا، والانبوت عندنا 1 انبوت 1 اوتبوت، لأنه هنا نلاحظ قيمة واحدة والاوتبوت أيضا واحد. نلاحظ الستيت A. قبل لا نبدي بتفاصيل حل هذا المثال، لازم أول شيء أحدد، قلنا عدد الستيت هي أربعة، عدد الفليب فلوب هي اثنين، اعتمادا على هذا القانون الثابت اثنين أس number of flip flop لازم يكون أكبر أو يساوي number of state. فهنا عندنا اثنين أس اثنين هي تكون أكبر أو تساوي الأربعة، لأن أربعة معطات أربعة state. فيا رقم أقدر أحصل منه أربعة من اثنين أس number of flip flop، فأكيد اثنين أس اثنين. لو كانت خمسة لازم تكون عندنا ثلاثة flip flop، لأنه لازم يكون الرقم هنا أكبر أو يساوي من عدد الستيت الموجودة بالمثال. أول خطوة للحل هي إيجاد الستيت تيبل. الستيت تيبل يكون بهذا الشكل، شرحناه بالمحاضرة السابقة. يتكون من ثلاث أعمدة. العمود الأول هو البريزنت ستيت، رمزها Q0 Q1، والعمود الثاني هو النيكست ستيت، رمزها Q0 Q1 بلس. هاي بلس معناته النيكست ستيت في حالة الانبوت مرة صفر ومرة الانبوت واحد. هنا ليش أخذنا انبوت مرة صفر ومرة واحد؟ لأنه عندي 1 انبوت بالستيت دايجرام، وبعد هذا الاوتبوت أيضا في حالة الانبوت بالصفر والانبوت بالواحد. ليش؟ لأنه هاي الدائرة نوعها ميلي، الميلي الاوتبوت إلها راح يعتمد على الانبوت وعلى النيكست ستيت أو البريزنت ستيت للفليب فلوب. فهنا بالبداية ستيت A هي ممثلة بصفر صفر، فإحنا ستيت A نعطيها binary value اللي هي صفر صفر، ستيت B صفر واحد، C واحد صفر، والدي واحد واحد على الترتيب. بعد هذا نذهب إلى ستيت A. نلاحظ ستيت A وجود سهمين خارجة منها. السهم الأول الانبوت إلى صفر والاوتبوت إلى صفر، وين دي يتجه؟ على نفس الستيت اللي هي A. فهاي المعلومات أسجلها بالتيبل، فأكتب الستيت A يكون هي الرقم مالتها أو تسلسل صفر صفر. فهنا next state إلها أيضا صفر صفر، معناته A في حالة الانبوت صفر. الاوتبوت شنو راح يكون؟ راح يكون أيضا صفر، فأكتب هنا صفر. بعد هذا اتبع السهم الثاني الخارج من state A المتجه إلى state B. فهنا عندنا الانبوت راح يكون صفر والاوتبوت أيضا صفر. فهنا عندنا في حالة الانبوت صفر، هنا بس الانبوت راح يكون مو صفر وإنما واحد. هاي بها غلط، بدل الصفر لازم عندي واحد، لأنه في حالة الانبوت واحد الاوتبوت راح يكون عندي صفر. فهنا عندنا راح أكتب نفس الصف اللي هو state A، أكتب بالانبوت واحد، يكون الستيت الثانية اللي هي next state الستيت A هي صفر واحد A البي، وقيمة الإخراج هي صفر. فهنا نكتب صفر. نعيد نفس الشرح على state B اللي هي state الثانية. الستيت B هي الباينري فاليو إلها صفر واحد. أيضا أتبع الأسهم الخارجة من كل state. عندنا السهم الأول والسهم الثاني. نأخذ بالبداية السهم اللي يكون الانبوت إلى صفر. الاوتبوت إيش قد؟
صفر وده يتجه لنفس الستيت اللي هي بي، فهنا أنا أكتب الستيت بي النكس ستيت أيضا بي اللي هو 0 1، والإخراج إلي راح يكون 0 لأنه مؤشر على السهم القيمة اللي هي 0 على 0، في حالة الإدخال 0 الإخراج راح يكون إلى 0. أما السهم الثاني الخارج من ستيت بي راح يكون الإدخال إلى 1 والإخراج 1، فهنا إيش راح تكون القيمة؟ راح تكون أو النكس ستيت إلي تكون سي، فهنا نكتب سي في حالة الاكس 1 وقيمة الاخراج راح تكون 1 لانهم اشرى هنا 1. نفس الحالة على ستيت سي، ستيت سي عندنا ايضا سهمين، ناخذ السهم بالبداية اللي تكون قيمة الانبوت اله 0 اللي هو 0 1، هذا السهم نلاحظ هذا السهم دا يتجه بالنكس ستيت الى السي نفسها، فنكتب هنا سي ويكون الاخراج اله 1. بعد هذا السهم الثاني للستيت سي الخارج منه هو 1 على 0، الانبوت الى 0 والاوتبوت الانبوت الى 1 والاوتبوت 0، فهنا عندنا راح يكون في حالة الانبوت 1 راح نكتب 0 على الاخراج. ونفس الحالة تتكرر على ستيت دي، هنا عندنا ستيت دي نلاحظ الاسهم الخارجة منها ايضا سهمين، نذهب الى اول سهم تكون قيمة الادخال الى 0، نلاحظ الاخراج راح يكون 1 والسهم ده يتجه لدي نفسها، فهنا عندنا دي هي 1 1، النكس ستيت راح تكون نفسها دي 1 1، والاخراج راح يكون 1. اما السهم الثاني الخارج من دي يكون متجه الى اي، لذلك نكتب هنا عندنا ستيت اي 0 0، والاخراج راح يكون قيمته 1 في حالة الانبوت 1، فهنا في حالة الادخال 1 راح يكون الاخراج 1. بعد ما استخرج هذا الجدول من ستيت دايجرام، هنا عندنا هاي الفليب فلوب انبوت، هاي بعدين اشرح لكم عليها. بعد ما نستخرج الجدول هذا نلاحظ اكو تو ستيت الها نفس النيكس ستيت ونفس الاوتبوت بنفس الوقت، نبحث عن تو ستيت الهم نفس القيم للنيكس ستيت وبنفس الحاله نفس القيم للاوتبوت، لكن اذا كانت الها نفس القيم للاوتبوت وقيم مختلفه للنيكس ستيت ما اقدر اسوي ستيت ريدكشن. فهنا عندنا نقطة 2 بالحل no state reduction، لأنه مدى لاحظ أكو 2 state لهم نفس النكس state ونفس الأوتبوت. فنعبر خطوة 2. خطوة 3 use excitation table for the flip flop. هاي excitation table طبعا لازم أحفظها وتكون ثابتة لكل الأنواع الأربعة للفليب فلوب. فالإكسايتيشن تيبل للدي فليب فلوب يكون بهذه الصيغة، الكيو هي البريزنت ستيت والكيو بلس هي النكست ستيت، وهنا نستخرج قيمة الدي اللي هي الانبوت للفليب فلوب من خلال مقارنة الكيو مع الكيو بلس اللي هي بريزنت ستيت والكيو بلس نكست ستيت. إذا كانت 0 0 فراح يكون الدي 0، إذا كانت 0 1 راح يكون الدي 1، إذا كانت 1 0 راح يكون الدي 0، وبالواحد 1 يكون 1. لاحظ هنا الدي هو نفسه الكيو بلس، معناته الانبوت للفليب فلوب هو نفسه النكس ستيت اله، لذلك الدي فليب فلوب انبوت اللي هي دي 0 دي 1 في حالة الانبوت للسيركت 0 اللي هو اكس، ومرة في حالة الانبوت للسيركت 1، الاحظ نفس هذه القيم اللي هي اخر 4 اعمدة هي مساوية لهذه القيم اللي تمثل النكس ستيت، لانه الدي الانبوت دي راح يكون مساوي الى النكس ستيت اعتمادا على الاكسايتيشن تيبل. الاحظ الدي يساوي النكس ستيت، فشكو بالنكس ستيت من قيم راح تكون مساويه للانبوت للفليب فلوب. طبعا هنا حنستخدم تو فليب فلوب نوع دي، فهنا رمزنا لها دي 0 ودي 1 واهتم بالتسلسلات. فهنا شلون حتجري عملية المقارنة؟ تجري الكيو 0 مع كيو 0 بلس، يعني الكيو 0 هنا اللي هو هذا العمود باللون الأخضر مأشرته، نقارنه مع الكيو 0 بلس في حالة الاكس 0 حتى استخرج الدي 0. بعد هذا أقارن الكيو 0 مع الكيو 0 بلس أيضا باللون الأخضر حتى استخرج الدي 0 الثاني في حالة الاكس 1. نفس العملية تتكرر، أقارن الكيو 1 مع الكيو 1 بلس حتى أستخرج الدي 1 في حالة الاكس 0، وأيضا أقارن الكيو 1 مع الكيو 1 بلس في حالة الاكس 1 حتى أستخرج الدي 1
في حالة الـ X واحد للـ Flip Flop Input. هنا عندنا ما نحتاج نقارن هذه القيم حتى استخرج القيم للـ Flip Flop Input، لأنه قلنا إذا عندنا نوع الـ Flip Flop دي فما يحتاج أقارن مباشرة، أخذ القيم الموجودة بالـ Next State وأنزلها نفسها بالـ Flip Flop Input للـ D0 D1 في حالة الـ X0 والـ D0 D1 في حالة الـ X1. بعد هذا الخطوة الرابعة عندنا لازم أجد الـ Input Equation of D Flip Flop، نجدها باستخدام الـ Karnoff Map للـ D0 D1. فهنا عندنا الـ Karnoff Map للـ D0، طبعا هاي القيم أستخرجها من الجدول السابق اللي استخرجته عن طريق الـ State Diagram، والجدول كان اسمه State Table. فهاي القيم شلون آخذها؟ لازم آخذها من عمود الـ D0. فإذا أرجع للجدول ألاحظ الـ D0 هنا عندنا لازم أسلسل ذني القيم هاي، إذا شوفوها 0 1 2 3 4 5 6 7، هاي أكتبها يعني بشكل رقم حتى ما أتيه بالحساب، لأن أي قيمة مثلا بالصفر بالواحد تروح بغير مكانها الصحيح راح تعطيني غير معادلة ويصير غلط بالحل. فبالبداية بعد ما أجد هاي القيم اللي قلنا هي نفسها الـ Input للـ Flip Flop D0 والـ D1 نفسها الـ Next State لأنه نوع الـ Flip Flop هو D، فهنا عندنا بعد ما أجدها أرقمها 0 1 2 3 4 5 6 7. هاي وين أنزلها؟ أخذ أول شيء الـ D0 في حالة الـ X0 وفي حالة الـ X1، أنزلها بالـ Karnoff Map هنا، فحصير هنا 0، هنا أيضا تسلسلات أهتم بها 0 1 2 3 4 5 6 7. فنزلت هاي القيم أخذتها من الجدول وأسوي أخذ الكومبينيشن لتو وان أو فور وان أو ايت وانز حتى أطلع هاي المعادلة. فعندي هذا الواحد مع هذا الواحد وهذا نفس الحالة، وهنا عندنا ماك واحد هنا ناخذه واحدة، فطلعت لي هاي المعادلة للدي زيرو. نفس الحالة أكررها للدي وان، أيضا أروح على العمود مال دي وان اللي موجود بالستيت تيبل، هذا العمود مال D1 أيضا هذا رقمته لازم 0 1 2 3 4 5 6 7، أخذ نفس ذن القيم أنزلها بالكارنوف ماب حتى شنو؟ حتى أطلع معادلة D1. بعد ما نزلت القيم أخذ أيضا كومبينيشن أو مجموعة من 2 1 أو 4 1 أو 8 1، وإذا ماكو أخذ الواحد واحدة. فهنا عندنا أخذ هذا الواحد مع هذا الواحد، تسمى هاي العملية roll off، وهذا الواحد مع هذا الواحد تطلع لي المعادلة D1 بهالشكل. بعد هذا آخر شيء استخرج الكارنوف ماب لازم للـ output circuit equation يعني للإخراج اللي هو رمزه Y، أيضا نفس القيم أرجع على الـ state table نفسه، بس وين أروح؟ هنا على عمود الـ output، هذا رقمه 0 1 2 3 4 5 6 7، أخذ ذني القيم بالترتيب وأنزلها للكارنوف ماب اللي يمثل معادلة الإخراج. بعد ما أخذت القيم هنا ألاحظ 2 combination of 1، وهاي هم نفس الحالة 2 combination of 1، فتطلع لي المعادلة بهاي الصورة. بعد ما طلعت معادلات للدي 0 والدي 1 والواي، أستخدم هاي المعادلات حتى أرسم اللوجيك دايجرام، وبهالحالة وجدت لوجيك دايجرام من خلال الستيت دايجرام المعطى بالسؤال. فهنا عندنا استخدم معادلات الادخال للفليب فلوب اللي هي دي 0 ودي 1 ومعادلة الاخراج اللي هي رمزها واي حتى اصمم لوجيك دايجرام للدائرة المتسلسلة المتزامنة. وهنا عندنا تصميم هذا اللوجيك دايجرام، هاي التصممه مجرد استخدام بوابات اند واور وبوابة نوت حتى تعبر عن الداش. Example 2: Design a clock sequential circuit using JK flip flop. أيضا المطلوب تصميم دائرة متسلسلة متزامنة باستخدام JK flip flop. المثال السابق كان باستخدام D flip flop. For the state diagram shown below. لهذا ال state diagram use state reduction if possible. استخدم تقليل ال state إذا كان ممكن. ما هو شرط الـ State Reduction؟ شرط الـ State Reduction لازم يكون عندي 2 State إلهم، نفس الـ Next State ونفس الـ Output.
فهنا عندنا بالبداية لازم ألاحظ عدد الستيت المستخدمة هي 4، لأنه عندنا A B C D. عدد الفليب فلوب إذا كان عدد الستيت 4 لازم يكون عندي عدد الفليب فلوب 2، اعتمادا على هذا القانون 2 أس number of flip flop لازم يكون أكبر أو يساوي number of state، فالأربعة تساوي 4، فإذا تحقق هذا الشرط. بالبداية حتى أبدي أحل هيك مثال نفس الخطوات السابقة، لازم أجد ال state table from state diagram. ال state table أخذ معلوماته من ال state diagram نفس الخطوات السابقة. State A, B, C, D أكتبها بصيغة binary value. ال A هي 0 0، ال B 0 1، ال C 1 0، وال D 1 1. بعد هذا أذهب إلى دائرة ال A أو State A، أتبع الأسهم الخارجة من State A، بالأخص أول سهم أخذه في حالة يكون ال input 1، العفو ال input 0. فهنا عندنا في حالة الانبوت 0 يكون الاوتبوت 0. لاحظ المؤشر دا يشير على نفس الستيت، لذلك اكتب هنا A او 0 0. بعد هذا الاوتبوت تكون قيمته 0، لانه هنا موجودة القيمة 0. بعد هذا اتبع السهم الثاني الخارج من ستيت A في حالة الانبوت 1، راح يكون الاوتبوت 0. ففي حالة الانبوت 1 دا يشير إلى state B اللي هي 0 1، وقيمة الإخراج هي 0، لذلك أكتب هنا بعمود الأوتبوت 0. state B نفس الحالة، أتبع الأسهم الخارجة منها اللي هي سهمين، في حالة الأنبوت 0 بالبداية ألاحظ يشير إلى C، لذلك أكتب C والأوتبوت راح يكون 0. السهم الثاني الخارج من B راح يكون الانبوت الى 1 والاوتبوت 0، فدا يشير الى بي نفسها، لذلك اكتب بي اللي هي 0 1 بالنكست ستيت، وقيمة الاخراج هي 0، لذلك اكتب هنا 0 بعمود الاوتبوت في حالة الاكس عندي 1. نفس الحالة ستيت سي ايضا، اتبع السهمين الخارجة منها واخذ السهم اللي يكون الادخال اليه 0 بالبداية. السهم اللي إدخاله 0 بالبداية هو هذا السهم 0 0، ألاحظ ده يشير إلى state A، لذلك أكتب بالنكس state A في حالة الأكس 0، والأوتبوت راح يكون 0، لأنه عندنا هنا القيمة 0. بعد هذا السهم الثاني الخارج من C في حالة الأنبوت 1 أصبح الأوتبوت 0، وده يشير السهم إلى state B، لذلك أكتب state B بهذا الحقل، وقيمة الإخراج راح تكون عندي 1، لأنه عندي في حالة الانبوت 1 الإخراج 1، فهنا أكتب الإخراج 1 في حالة الانبوت اللي هو اكس 1. نفس الحالة على state D، أخذ السهم في حالة 0 0 يشير إلى state A اللي هي 0 0، والسهم الثاني في حالة الانبوت 1 يشير إلى state B، لذلك نكتب 0 1 اللي هو البي. وقيمة الإخراج اثنيناتهم في حالة هذا السهم الانبوت 0 وفي حالة الانبوت 1 هي 0 0، لذلك تكون قيمة الإخراج للدي 0 0. بعد هذا ألاحظ أو أقارن بين ستيت A وستيت B، هل أكو تو ستيت لهم نفس النكس ستيت ونفس الأوتبوت بنفس الوقت؟ فإذا أقارن الـ A والـ B ماكو، إذا أقارن الـ A والـ C ماكو، لكن إذا أقارن الـ A مع الـ D ألاحظ state A اللي هي 0 0 وstate D اللي هي 1 1 لهم نفس الإخراج ونفس الأوتبوت، لذلك أحذف الستيت الأخيرة أخلي عليها كروس، فتبقى لي state A B C. الخطوة الثانية، طالما عندي 2 state اللي هي A و D مش شابهة، فهاي حذفتها، فهذا الكروس يتم بالخطوة الثانية. بعد هذا الخطوة الثالثة، استخدم الإكسايتيشن تيبل، هذا الجدول جدا مهم، هو بي المفتاح لحل هيجي أمثلة. الإكسايتيشن تيبل للجي كي فليب فلوب ثابت، اللي هو في حالة البريزنت ستيت طبعا تمثل كيو، النكست ستيت تمثل كيو بلس. في حالة 0 0 الجي كي راح يعطيني 0 إكس، في حالة 0 1 1 إكس، 1 0 راح يعطيني x 1، وفي حالة 2 1 1 راح يعطيني x 0.
خلي أشوف شلون راح أطبق هذا الجدول على الـ State Table حتى أجد الـ Flip Flop Input. لازم أنتبه للتسلسل. بالبداية أنا شنو عندي الـ Present State؟ Q0 Q1. الـ Next State راح يصير أيضاً Q0 Q1 بس بيها Plus في حالة الـ Input 0 وفي حالة الـ Input 1 أيضاً. بعد هذا شو أسوي؟ حتى أجد الـ Flip Flop Input لازم أخلي J0 K0 نفس هذا التسلسل 0 1 0 1 0 1 نفس الحالة أضع J0 K0 في حالة الـ X0 و J0 K0 في حالة الـ X1 بعد هذا J1 K1 في حالة الـ X0 و J1 K1 في حالة الـ X1 هاي القيم كلها أخذها من هذا الجدول بعد ما قارن الـ Present State مع الـ Next State. هنا نحتم عملية المقارنة مثل ما ذكرنا سابقا. العمود الأول اللي هو Q0 مع العمود الثالث اللي هو Q0 Plus أقارن 0 مع 0. 0 مع 0 شنو يعطيني 0x، لذلك أضع بالجدول 0x. بعد هذا أقارن 0 مع 1. 0 مع 1 شنو يعطيني بالجدول 1x، لذلك أضع هنا 1x. 1 0 شنو راح يعطيني؟ راح يعطيني x1، فأضع هنا x1. نفس الحالة على J0 K0 في حالة الـ X1 راح أقارن العمود الأول مع العمود الخامس.